عثمان نحب نعتذر له. هاي سيدي فرصة باش نعتذر. بديت معه المحادثات، اتفقنا تقريبا على كل شيء، وانا مأمن، قلت لك العمل هو عمل الجماعي والنجاح جماعي. عملنا اجتماع، قلت له راني باش نتصل بيك بعد اجتماع الهيئة المدير، تعرف انا رئيس هي، انا مأمن بيك وراني قناعتي، ولليوم مأمن بعثمان روا. شفت واحد كي قلت له تفهمنا، ما باش تعرض ملف على ملف مدرب على مدير، ممكن لازم تعرف التفاصيل وتعرف كل شيء، صحيح ولا غلط؟ صحيح. وما حبيتش نجاوب انا بطريقه، انا ما قررش وحدي، برشا ما يعرفوا، معناته معروف ليه عندي انا اللي معايا شنو، نائب اول رئيس جمعيه سي خالد جلاسي شنو، احمد عايد شنو، ايمن جلاد شنو، هذوما الناس اللي معايا، زياد شنو، زياد كبير شنو، هذوما ناس معناتها تراتر، مهدي السوقي شنو. معناها نفهموا من كلامك كانوا فما اعضاء من الهيئه المديره ما كانوش موافقين. مش نعطيك بالضبط بالتفصيل، ما عندي ما نخبي. جيت قلت له اعطيني لوفر نتاعك باش نجم ندافع عليه. تكنيك مو انا امن بيك عثمان، وانا ولجيت عندك ليزاتو نتاعك. تفهمت معاه في بريسك في كل شيء على اساس باش نبداو، حتى على اللاعبين اللي باش ندربوهم راه. بالطبيعه يلزمني باش نحكي على هذايا مشروع، باش نحكي على لاعب على مشروع، مع مدرب عنده مشروع كامل. كي قعدنا في جلسه في الهيئه المديره، كانوا ثلاثة أسامي، صدقني من غير ما نحلف، فما زوز زوز من الناس ويعرفهم ويعرفهم عثمان أكيد، اللي اتصلنا به من هيئة مديرش دينا صحيح، قلنا راهو احنا نحبوا نعملوا حاجة، نحب ديما نحب فيه المواصفات الكل، جيعان كورة، يحب ينجح، معبي والجهة، فلوسه كيما إمكانياتنا احنا، معناتها ما هو يحب ينجح، معناتها عنده الرغبة. عطيتها الكريم العرفاوي، انا كان مساعد سليمان ستة مقابلات، وبارك الله فيه، هو اليوم تو في الرابطة الأولى في السعودية، الدوري الممتاز في السعودية، وعطيت له فرصته، ما نعطيش له الجهة كيفاش، معناتها هو قالوا لي، معناتها كان حديث نقاش كبير. الاعتبارات مادية؟ لا لا لا، يقول لك احنا باش نجد، والحقيقة كلام مقنع، قولك احنا باش نجدوا ديجا الافكتيف، عنا برشا خرجوا معاه باش نبدلوا كل شيء، الريسك هذا كان نقاش كبير دام ساعتين ولا ثلاثه سوايع تقريبا، ما نجمتش نقنعهم بعثمان، مش معناتها الكفاءه هالريسك هذايا عملناه ولا مع كريم العرفاوي، فوالا هاو الجواب، ما نجحناش، رصتنا نلعبوا لاخر لحظه، مش معناتها مدرب ممتاز راهو كريم نعرفه، ما مشى ما متاش الحظ، سنا با مرشي، ما نجيوش احنا اليوم نعاودوا التجربه هذيك نتاع منا، وبعد نقعدوا نرجعوا هي سي تان شوا، نقولوا سي تان شوا. معناتها كانت ممكن مازلنا كعشنا تجربه مع مدرب شاب ناس خايفه مازل، ويقول لك صحيح رانا في الامارات، لكن اول مره بشد مدرب اول، معناتها لا شد لا في القسم لا في الرابطه الثانيه لا في الرابطه الثالثه، معناتها لا في الرابطه الاولى ما شدش اول مدرب، هذاك كان الحاجه الوحيده اللي ما نجمش نقنع بها الهيئه المديره، يقول لك كتجربه اولى عشناها مع كريم العرفاوي سنا با مارشي. دونك سي وليد، وانا وقت فرضت رايك، مره الاخرى فرضت رايك، مره هذه راهو مره هذه مش نخلي باش ندخلوا احنا الكل في شك كبير، ولهذا نعتذر. ممكن طريقه التبليغ عنده الحق فيها، خاطر انا كلفت عضو من الهيئه المديره اللي هو كان سبب في الاتصال بينه وبين هو امين البيرش، كلفته باش يتصل به، الا انه ما اتصلش به في الوقت، وسمع من 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 وسائل من وسائل لا من من الموقع الرسمي كان خطا قام به عضو الهيئه المديره. الحقيقه هنا نتحمل مسؤوليته، مش نورمالمون نعلمه قبل، طريقه الاعلام نتاعو كانت غير لائقه، ونعتذر لعثمان، وان شاء الله فرصه اخرى، وابواب مستقبليه دي بسليمان راهي ديما مفتوحه، وهاني فهمت عثمان بكيف كيفيه الطريقه وتقريبته يسمع بها، وما فما حد شيء يتخبى. هذا صار بالضبط.